طالب سب الدين لأستاذه، أسئلة آخر الزمان بقى، طالب سب الدين لأستاذه، تم حكم الدين في هذا الطالب، يطلب انه يتوب، لانه اصل سب الدين ده معناته ايه؟ معرفش، لانه سب الدين فارتكب كبيرة، فنتوبه، نقول له انت تقصد بالدين دين الاسلام ولا تقصد بالدين المذهب يعني او الطريقة التي هو عليها؟ وبعدين انت طالب وده استاذ، فيعاقب ويربى ويؤخذ وكذا. بس هنعمل له ايه بقى؟ ده حكم الدين فيه التربية التي قصر الأستاذ في تربيته.